فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته للفاتحة يقف عند رأس كل آية، فهل لي أن أقرأ في كل وقفة ما قرأه الإمام من آية سابقة؟ إذا كان السكوت يتسع، نعم، إذا كان السكوت يتسع لقراءتك فاقرأ، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.